سنقوم بجولة لاستكشافها، لأن هذه المغارة على مدخلها هناك مجسم جميل جدا أريد منكم رؤيته، ومجسم قرد. مجسم قرد. ومجسم القرد كما هو معروف عندنا يرجع للحضارة اليهودية، والتي هي من المعروف أيضا أنها استوطنت هذا المكان. ومن بين الإشارات التكنيزية لدى اليهود، فالقرد إشارة غنية اعتمدها اليهود كثيرا للدلالة على أماكن التكنيز عندهم. على العموم هذا هو مدخل المغارة، هي مغارة مسردبة يعني سرداب، سنكتشفها جميعا إن شاء الله. مغارة مفتوحة، ولكن يعني مكان التكنيس بها لحد الساعة يعني لم أستطع اكتشافه، لأن نادرا ما أتي لهذا المكان لأنه يعني جنب طريق رئيسية ويكون به الكثير من المار. الرصد البشري يكون كثيرا هنا. لا أدري إن كانت الصورة واضحة، لكن هو أمامكم. سنقترب أكثر. لاحظوا القرد، هو يحمل في يده اليسرى شيء مثل الجرة. مغارة تقع على انحدار كبير. هذا هو القرد، هذه جرة في يده، هذه يده اليمنى، ذلك رأسه، وأمامه مجسم لم أستطع صراحة تحديد ماهيته، يبدو كامرأة. هذا مدخل المغارة، القرد ينظر هنا للجهة اليمنى. رغم أنه ينظر للجهة اليمنى يعني لا توجد قابلية احتواء في هذا المكان مغارة أو مدخل آخر، فهو يعني بما أنه في باب المغارة فهو حارس للمغارة من الداخل، فهدفه يوجد داخل المغارة. أعتقد أنا أحاول يعني أخدم الفلاش، لكن يبدو علي أنه علي يعني توقيف الفيديو وإعادة تشغيل الفيديو بالفلاش من الأول. مرحبا من جديد، قمت بتشغيل الفلاش.
هنا آثار حفر، تقول أحدهم قد قام بالحفر هنا، وهذا مدخل السرداب كله. هنا أيضا آثار حفر. السرداب يستمر هكذا إلى الداخل. هناك أيضا آثار لحفر. لا أدري إلى أين ينتهي هذا السرداب صراحة، ولست مستعد لدخوله لأني يعني لا ألبس ملابس يعني العمل، ولا أملك لا أدوات الاشتغال ولا شيء، وحتى الإضاءة يعني لدي إضاءة ضعيفة. المهم هكذا يكون يعني مخرج يعني التي عليها مجسم لقرد. هذه الخروج. ربما سأعيد التصوير هنا يعني بعد إحضار من يشتغل معي على المكان، والملابس يعني والأدوات الضرورية للعمل. لاحظوا إلى الصخرة، كان هناك يعني قديم البشرية على المكان. هذا القرد، وهنا لدينا جرن. سبحان الله، يصف نفس شكل السرداب. لاحظتوا عندما دخلنا، انظر الى السرداب كيف تمت إعادة رسمه. انظر، لاحظ السرداب قد أعيد رسمه هنا. وهذه معلومة سأضيفها لكم، يعني عندما تجد مثلث بهذا وعامل فهو يدل على وجود حارة مسردبة لتتبيج عنب. الوصف هنا، انظروا إلى الجرن من الداخل. تبقى أبحث أنظف فيه. إعادة للوصف، إعادة للوصف. دائما كما نقول يعني شعارنا معرفة هندسة المدن نصف علم الأرض. انظر هنا سنرى يعني هنا دودة. والله يا إخوان والله يعني نفس كل هذا مغارة. والله شكل المغارة نفس التفاصيل التي لاحظناها بخير. انظر لو رجعت للوراء أريد من اليوم تلاحظ الشكل المثلث على شكل الباب، ومكان فيه وسعة هنا يعني متسع في الأمام، ومما يضيق حتى يدخل على شكل سرداب. هنا لاحظتم التكنيز وارد جدا لوجود هذه الإشارة، وجود هذا القرد وهذه الرأسة. انظر لأذن القرد، أصابع اليد واضحة، جر لاحظتم. لدينا جرن، لدينا جرن قلم يوجد فين بالداخل. لدينا أيضا مربط، لدينا مربط هنا، لدينا مربط بالداخل. كل الإشارات تفيد بوجود دفين في الداخل، وما يزيده جمالا هي هذه الحراسة. حراسة ضيها شكرا على المشاهدة.
ولا تنسوا يعني دعمنا بزر اللايك، يعني اعجاب، نشر الفيديو، تعليق. كنتم في رعاية الله. مع نظرة عن جمال المنطقة، نلاحظ الانحدار. في رعاية الله.